نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الدكتور فادي كرم عضو كتلة القوات اللبنانية. ما حنحكي عن اليونان، ولكن لندخل بالموضوع الاقتصادي. أرماء حمصي بالنهار رسم خزنة مال فيها شخصين، واحد مكتوب عليه اليونان مع تعليق استفتاء اليونان، وصندوق اقتراع بداخله رجل بلا رأس، هونيك عنده رأس هون بلا، واستطلاع لبنان. في خوف بالداخل انه وين لوين رايحين نحن، يعني الأمثلة كثيرة حولنا. أنا قلت بموضوع الأمني ما عندي خوف، لأنه في أجهزة أمنية وفي جيش لبناني قادر يحمي هذه النقطة، كما أنه في قناعة لبنانية من معظم الأفرقاء السياسيين اللبنانيين الكبار بأنه ما لازم يسحط لبنان باتجاه أي فوضى أمنية. أما ولهالسبب يعني هيدي السبب الأساسي بتركيبة الحكومة الحالية اللي مص موضوع الأمني لضبط الوضع الأمني في الداخل. فأنا ماني ما عندي خوف بالاقتصاد، أما بالموضوع الاقتصادي وموضوع شأن المواطن الوضع خطير جدا وكارثي جدا. وما بقى ينحمل ولا بقى نتلهى بملفات مش هي الأساسية، لا، الملفات الأساسية هي وضع المواطن، وضع المواطن كيف بده يعيش، وضع المواطن كيف بده يشتغل، وضع المواطن تفتح له استثمارات، حاج بقى تحسسوا المواطن انه هو ريعي وان اقتصادنا ريعي، لا، بدي افتح له مجال يشتغل، يشتغل ينتج، ينتج. كما انه الملفات الاساسية للبنية التحتية للمناطق. فاليوم بدي فوت بموضوع مثلا بالكورة. قبل ما تحكي عن الكورة، في كذا اتصال اجا على التي في انه منطقة الكورة معروفة وجزء من الشمال كبير ومهم، 10 ايام في مناطق بدون ماي. صحيح، مش بس بدون ماي، والمشكله استاذ سلمان، انا يعني انا بتشكرك فتحت لي مجال اني احكي بهذا الموضوع. ما تطول كثير لانه الوقت، لا مش رح طول كثير، بس شغله جيده انه نوضح انه اليوم هالمحط الكلام انه وين النواب وشو عم بيعملوا النواب، لك ما النايب عم بيراجع وعم بيركض على الوزارات وعلى المجالس وعلى ما حدا عم يرد لك، في وزارات مش عم تعطينا موعد. حلو، لهالدرجة مش عم تعطينا موعد. أنا صرت طالب من أحد الوزراء وهو بيعرف منو 4-5 مواعيد، مش عم يعطيني موعد حتى أطرح معه موضوع البنية التحتية وموضوع الماء لكل الأهل الكورة. فلهالسبب نعم، هذه مسؤولية الوزارات، مسؤولية الوزراء، مسؤولية الحكومة بأنه تفتح مجال لحتى هالمناطق، مش بس قصة ماي. اليوم في ضيعة اسمك فرحزير بالكورة اللي هي ضيعة أساسية بالكورة. صح. طيب كيف يعني فوق 10 أيام ما في ماي؟ كيف بأي منطق؟ أنا هحلق بأي منطق ليش ما في ماي؟ مش لأنه ما عنا ماي، نحن عنا إبار ماي وعنا ماي كتير بتروي كل المنطقة الشمال. لا، لأنه الملفات فساد. لأنه الملفات، لأنه الأساطر اللي مدت اللي ما عمرها شيء، عمرها سنتين وثلاثة وأربعة، أوكي، كلها أساطر عم تتفجر بالطرقات. اليوم إذا بيمروا أي واحد اليوم بالكورة امرقوا وشوفوا كيف الماي تهدر في الطرقات. حضرتك من الكورة بس هذا عم يصير بكل المناطق، بكل المناطق، بس أنا علي أني أحكي بموضوع طبعاً. الكورة بالموضوع الأمني فيلت بالطرقات يمرقوا اليوم مفجورة بقلب أميون الماء، قبلها بشوي كانت بكفر صارون، قبلها بكفر عقا. لا، ليش؟ لأنه نفذ المشروع بطريقة فاسدة. أيوة. بطريقة ما بتوصل مي على على البيوت، لا، بطريقة بتوصل أموال على جيب الفاسدين. طب عم نحكي لسبب اليوم أولاد الكورة قاعدين بلا مي، لسبب سيارات أولاد الكورة واللي بيمرقوا بالكورة عم تتكسر، لأنه المتعهدين مش مفرقاري معهم. لا، محميين أكثر من الأحزاب اللي عندها مشاريع استراتيجية توسعية، هودي محميين أكثر. لأنه هودي بيقدروا يعملوا أي ضرب فساد وبيرجعوا بيتلزموا هن إعادة تأهيل اللي أفسدوهن. هذا بشمال هيدا الكورة بكل المناطق المدنية، هيدي العقلية. الدعوة لكل أبناء الكورة أنه ينسوا السياسة ويوقفوا ضد هاي المشاريع مين ما كان يكون عم بينفذها. يلا نزلهم على الشارع كمان. لا، أنا مش رح نزلهم على الشارع، بس يوقفوا ويعرفوا الحقيقة. ما فيك تعالج استاذ سلمان أي موضوع ما بتحدد، ما بتعمل تشخيص للمرض إذا هيك كلمة بس هيك شارع. وينن النواب؟ وينن النواب؟ من النواب موجودين. نعم. من هالشعب النواب، ولكن بده حدا ينفذ. بس نعم، بس بدك مين ينفذ؟ ما الحكومه وكيف بدها تنفذ اذا صار لها 3 أسابيع معطله والتعطيل قد يستمر؟ مين بده يشتغل؟ مين مغطيه هون؟ مين مغطيه هون؟ انا وياك. ايه، حكي الحال. بالموضوع الاقتصادي، استاذ عدنان الحاج بالسفير يقول انه لم تشعر الاسواق الماليه باصدار تقرير صندوق النقد الدولي بالتحذير
وجه تحذير من نمو العجز بالموازنة والمديونية العامة، وحكي عن مصرف لبنان والإشادة بضمان الاستقرار، ولكن الواقع اليوم المؤسسات ما تجاوبت، وحتى يعني موضوع انعقاد مجلس الوزراء وموضوع العمل الاقتصادي الحركة الاقتصادية بالبلد. أنا ماني كتير خبير بالموضوع الاقتصادي، ما عندي كتير، ما بقدر أدخل بتفاصيله، بس بقول لك شغله أساسية، في تحذير واضح ببلاد العالم كلها، في مفهومين بالاقتصاد بعتقد هيك يعني ما بعرف إذا أكثر ربما يعني ما بقدر ضوي على كل الموضوع، بس في مفهومين. في مفهوم الدول اللي بتجيب استثمارات، يعني مفهوم الاقتصاد الاستثماري اللي الله يرحمه الرئيس الحريري هو كان أنجح مثال على هذا الموضوع، مش بس بلبنان، وجهز الأرضية لهذه، يعني فتح الأرضية لحتى يصير في استثمارات بلبنان ولحتى تقدر ينوضع ثقة، توسيع هذا ينوضع ثقة بلبنان لحتى، وهيدي بتستدعي شو؟ استقرار. استقرار شو؟ أول شيء أمني وسياسي. كيف بدك تعمل استقرار أمني وسياسي بوجود دويلة أكبر من الدولة؟ مين المستثمر اللي بده يجي يستثمر بلبنان اللي عم ندعيهم يرجعوا؟ اللبنانيين اللي دعيناهم، صار في مؤتمر مشكور عليه وزير الخارجية انه دعا اللبنانيين، بس ما بدك تأمن له أرضية، هيدا كيف بده يجي يستثمر بلبنان بوجود دويلة قادة أي لحظة اللي بده توضع يدها على استثمار وتقول له اطلع برا؟ كيف بيجوا؟ كيف بدهم يجوا؟ بيجوا منزيد الجمهور، منزيد الجمهور بالشارع، بركي يعني مفتكرينهم انه هودي اغبياء يعني. ما هودي رجال استثمار نجحوا بالخارج، ليه؟ لانه الخارج امن لهم ظروف تهني ينجحوا ويستثمروا. طب اليوم كيف بدي هذا نظام اقتصادي كبير. في نظام اقتصادي اخر اللي حكيت عنه قبل شوي، هو الريعي، انه الدوله طلعت على العالم وتضلت تعيشها من مصرياتها، لا بدي اشتغل، بسحب منك وبرجع بعطيك اياهم بطريقه تانية وتحتى نفلس كلنا سوا. على كل حال يمكن ما تحقق من جلسه المره الماضيه انه موضوع الزراعي واقرار الاموال لتصدير الزراعي، ولكن الازمات جايه في موضوع النفايات، في موضوع 100,000 شغله و100,000 مصيبه جايه في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء. وين سلسله الرتب والرواتب اللي كان عم بيصرخوا بدهم اياها؟ ليش ما بقى عم بيصرخوا بدهم اياها؟ مش عم بحكي عن نقابات، هلا بينزلوا بالشارع كمان، في افرقاء سياسيين لكنهم مأمنين لظروفها للسلسله، نعم، ولليوم بقى عم يحكوا فيها، ليش؟ شو السبب؟ هل كان هدف سياسي؟ نعم. طيب نأمل خيرا انه انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، ولنشوف شو بصير بالشارع ايضا نحن وياك. شكرا لك دكتور فادي كرم، عضو كتلة القوات اللبنانية، على وجودك معنا اليوم، وشكرا ايضا للمشاهدين على المتابعة. الى اللقاء.